وسط الاحداث. يا جدعان اكيد يا اخوان. امال الدقن دي ايه؟ الاثنين دول بدقن يا حاج بقى، هم برضه كمان اخوان. ايوه كنت في المظاهره وكنت برمي طوبه اهو. حبيبي ما تصورجي. سوراجي نموت عشان قضيه مش عشان صوره. انت ليه عايز تعمل فيها بلطجي؟ انا بلطجي؟ يا باشا قلناها ما احنا معاك. لا المسؤوليه انك انت تاخده معاك في الزفت ده. وانت اللي هنزلنا بيه 100 مره، وانت اللي كنت بتنزليه. دلوقتي مش زي زمان. عايزين تبقوا بعض وتلبسوها لنا زي ما بتعملوا. يا باشا احنا مش اخوات. لو عوروا بعض هيقول لك الداخليه بتعذبنا ونتحاكم. انا دكتور صهيب شكري. دكتور صهيب. هو ده عمرو دياب بتاعكوا ولا ايه؟ عندنا في المدرسة كنا بنلعب عسكر واخوان. لا مش هطلع، الناس جوا بتموت، الدنيا حية جوا. مفيش مظاهرة اليوم حد يقدر يسيطر على العالم اللي فيها. العربية اتزنقت. احنا معاكم والله العظيم معاكم. هدوم وحرس. سيبك منه انت حتة. رايحين على فين يا بابا؟